ونحن نحتفل اليوم بيوم الطالب، الطالب الذي ضحى بنفسه وضحى بوقته في سبيل هذا الوطن. الجهاد الآن هو جهاد علم، لا مكان للمتخلف. سيد رئيس الجمهورية الذي يطمح، ومن طموحاته والذي هو قدوتنا في تسيير برنامج السيد رئيس الجمهورية، وهو رقمنة القطاع والسير نحو التكنولوجيات العالمية. السيد وزير التعليم العالي قد أنشأ مجلس للذكاء الاصطناعي يحتوي على من أعضائها من أفضل علماء الجزائر الموجودين في الداخل وفي الخارج. الرقمنة هو أساس المتابعة، المتابعة المستمرة للقطاعات في طور النمو، القطاعات التي فيها بعض الانشغالات، فرقمنتها أصبحت أكبر من الضرورة. على مستوى الجامعات هناك الصفر ورقة، ليس هناك إعلانات، وليس هناك مراسلات، وليس هناك مناقشات إلا عن طريق الرقمنة. الأمر الذي يحرص عليه السيد وزير التعليم العالي ألا وهو إنشاء الحاضنات، ترسيم الحاضنات في كل جامعة. الطالب سيتخرج بوسامين أو بشهادتين، شهادة أكاديمية وشهادة مؤسسة ناشئة. وضع عدة أرضيات رقمية، الأرضيات الرقمية الخاصة بالبيداغوجيا، أرضيات رقمية خاصة بالطلبة، وهي مثلا أرضية الشكاوي، أرضية البروغرس، أرضية إيداع ملفات السكن، إيداع ملفات الدكتوراه. جامعة مستغانم التي بإذن الله تعالى ونحن على رأسها سنقدم ما لدينا مع الطاقم الإداري ومع الباحثين ومع الطلبة ومع الشركاء الاجتماعيين ومع التنظيمات الطلابية ومع الباحثين والباحثات، أن نرفع من مستوى العلمي لهذه الجامعة حتى تصبح الجامعة مستغانم، هذا الذي نريده، حتى تصبح جامعة مستغانم جامعة رائدة في الغرب. عند وصولنا إلى جامعة مستغانم قلنا بتنصيب لجنة رقمية لتطوير وعصرنة جامعة مستغانم. قمنا بالبارحة أمضيت توأمة بين جامعة مستغانم عبد الحميد بن مباديس رحمة الله عليه وجامعة في غرب آسيا من جمهورية الصين الشعبية بوزارة التعليم العالي. أمر جديد بالنسبة لجامعة مستغانم ألا وهو فتح قسم الصيدلة. سنفتح كذلك كلية الجراحة الأسنان. سنسعى بكل الجهود أن يكون لنا قسم العلوم الإسلامية. أننا قمنا في هذه الأيام كلها، يعني أكثر من 12 يوم، كلها أيام دراسية ذات أهمية بالغة، ذات مستوى عالي، كلها في التكنولوجيات الحديثة. بعثنا لذوي الهمم العالية بحثة إلى تيبازا، ودنا معهم، أمضينا اتفاقية بيننا بين جامعة مستغانم المركز الوطني لذوي الهمم العالية بتيبازا لتكوين إخواننا وطلبتنا المكفوفين في الإعلام الآلي والبرايت، وهذه أول بادرة وطنية. وكذلك عند مناقشة الدكتوراه سيأخذ الشهادة في يومها، وهذا لن تكون إلا في جامعة مستغانم.